اليوم نشهد استلام مقر جديد للمجلس الشعبي الولائي بعد تهيئته وتجهيزه بكل المستلزمات، ونقدر نقول باللي انها المقر جاهز بكل المتطلبات نتاعو في انتظار ان شاء الله للانتخابات المحليه المقبله يوم 27 نوفمبر، اللي ان شاء الله هو بعد تنصيب المجلس الشعبي الولائي سيباشر عمله بأريحية بكل بحيث أن كل الظروف ملائمة في هذا المقر الجديد. كما قلت أن إن شاء الله أول دورة إن شاء الله للمجلس الشعبي الولائي بعد تنصيبه ستدرج نقطة أساسية اللي هي إعداد مناقشة وإعداد والمصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2022، اللي هي أول نقطة وأول ميزانية لتدرس محليا من طرف المجلس الشعبي الولائي للمنيعة للخاصة بولاية المنيعة إن شاء الله. وكما النقطة هذه اللي تجرى في جدول الأعمال هي خاصة بميزانية الميزانية الأولية لسنة 2022 اللي راها جاهزة منذ بداية شهر أكتوبر الفارط. قلت انها هذه بتنصيب المجلس الشعبي الولائي نقدر نقول باللي راها استكملت كل الشروط المطلوبه لانشاء الولايه وزاره المنيعه، اللي هي ان شاء الله بعد تعيين الوالي وتعيين مديرين تنفيذيين لمختلف القطاعات، واخر مرحله اللي هي انتخاب المجلس الشعبي الولائي باش تستكمل كل الشروط لتمارس ولايه المنيعه الفتيه مهامها كامله بكل الصلاحيات، ابتداء ان شاء الله كما اقر له السيد رئيس الجمهوريه انهم مطالبون بانهاء كل هذه التحضيرات قبل 31 ديسمبر الحالي حتى تباشر عملها كاملة إن شاء الله ابتداء من شهر بداية من شهر جانفي 22. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم وأنا أحضر استلام هذا الصرح الجديد في ولاية المنيعة تجددت نشوتي بفرحتي بقرار الدولة الجزائرية بترقية المنيعة إلى ولاية كاملة الصلاحيات، ولعل استلام هذا المقر اليوم هو تأكيد ويقين أن الدولة الجزائرية إذا ما أقرت مرسوما فهي تقف على تجسيده إن شاء الله. فهذا المقر وهذا الصرح الذي نسأل المولى عز وجل بإذن الله تعالى أن يكون فيه أبناء المنيعة يقومون على خدمة مواطني هذه البلدة بإذن الله تعالى، لهو تأكيد على أن الدولة الجزائرية ماضية بإذن الله تعالى في تحقيق أهدافي والنظرة الاستشرافية للجزائري الجديدة. هنيئا لنا سكان ولاية المنيعة بهذا الصرح، وهنيئا لنا إن شاء الله بمجلس ولائي يقوم بمرافقة مواطني هذه ولاية المنيعة ويقوم بتحقيق كامل الانشغالات والأمال التي نضعه على كواهل المجلس الجديد إن شاء الله بإذن الله تعالى. إذن هنيئا لنا وألف شكر للدولة الجزائرية على هذا الصرح. والجميل في الأمر أن الميزانية جاهزة للمصادقة، أن المقر جاهز، لا ينقصه إلا أناس عازمون على خدمة هذه الولاية بإذن الله تعالى. إذن ونحن على مشارف نهاية هذا العرس الوطني البهيج وهذه الانتخابات، نسأل المولى عز وجل أن يوفق الأكفأ والأكفأ منهم لتولي تسيير هذا الصرح المجلس الشعبي الولائي خدمة لمواطني وأهلي ولاية المنيعة. أن المنيعة ربما أو الولايات الجنوبية العشر يختلف عرسها عن باقي الولايات الأخرى، لأن هذه الولايات العشر وولاية المنيعة خاصة لأول مرة في تاريخها سنؤرخ أن 27 من شهر نوفمبر هو تاريخ أول انتخابات للمجلس الشعبي الولائي في ولاية المنيعة. فهذا العرس وهذه البهجة وهذه النشوة بوضعنا أقدامنا على أول درج نحو المجلس الشعبي الولائي، نحو مرافقة تطلعات ساكني ولاية المنيعة، إن شاء الله ما آمله أن يكون أناس يتولون المجالس البلدية والمجالس الشعبية الولائية مع مرافقة نواب غرفة البرلمان، إن شاء الله سنشكل فسيفساء رائعة تعمل الليل ونهار على حلحلة مشاكل مواطني ولاية المنيعة.